السلام عليكم، صباح النور. كيف ما تبعتوا معنا في اليومين وعرفتوا باللي انا في المهرجان ديال مراكش انا والزوجه ديالي من اجل الحضور والتدعيم والدعم صديقي يوسف بريطل في الفيلم ديالو المسيره. في المسيره تابعتوه كاملين وعرفتوا اخباره، عرفتوا انه كيتحدث على المسيره الخضراء. نتمنى له مسيره موفقه ان شاء الله وانه ينال الاعجاب ديالكم. ونبغي نخبركم باللي هذا العام غيكون عندكم جوج ديال المفاجات ان شاء الله. المفاجاه الاولى ديال هذا الفيلم المسيره غيخرج، ومن بعد منه كاين دموع ابليس ديال هشام جباري. فوالا، هذه اخر اخباري. نبغي نقول لكم باللي ميرسي بوكو على كل الاشياء اللي كتقولوها الزوينه بزاف واللي كتساعدني وكتساعد الزوجه ديالي. انا كنحبكم، كنبادلكم نفس العشق ونفس الحب، وسمحوا لي ما كنقدرش نجاوب على كل شيء. الى اللقاء ان شاء الله قريب. ميرسي.